راه رمضان جاي، راه القدرة الشرائية ديال المواطن راه على قد الحال. قلت له واش كتهضر بأربعة اللغات هذيك البصلة؟ أصبح توفير سلة الغداء حملا يثقل كاهل الأسر المغربية، فقد أصبح ارتفاع الأسعار كابوسا يصحو عليه المغاربة كل يوم. اتجهت كاميرا أنفاس لأحد الأسواق الخاصة ببيع الخضر والفواكه بمدينة سلا لتتفقد حال البائع والمشتري. رخاص ولكن كل حاجه والثمن ديالها، كاين مطاشه 100 درهم، كاين 2400، كاين 2600، كاين 70 درهم، كاين 80 درهم، كاين الماكسيموم ديالها 80 درهم 70 درهم من الاخر ديالها. وانت اللي جايب؟ انا جايب ديال 2400. فهمتيني؟ شحال تتباع دابا؟ 100 ريال. تما هذا هو اللي كاين، حيت عرفتي علاش؟ كاين مطاشه رقيقه ب 60 ريال 80 ريال، دابا تيقارن لك هذه بهذه. ما تيشوفش راه كاين شويه الفرق. مطاشه كانت 200 راه ما تيشريوهاش. هادي يقول لك راه غاليه حقه، ودابا باش رخاص ما بقاش واحد يهز، فهمتيني؟ شنو؟ بقاش الاقبال عليها، ولكن هي ما تتهزش بزاف، ماشي ضروري، فهمتيني؟ تيقول لك فهمتيني؟ تيقول لك واخا تغلى ما نشريهاش، فهمتيني؟ البطاطا، الفلفلات، الفلفله والتنجيل والخيار والبصله كركوبه. دابا البصله كركوبه دايره 12 درهم عند سوق الجمله، 12 درهم. هنا تتباع 260 درهم. مثلا انا جبت فيه صندوق ديال البصله ب 12 درهم، ما يخرج لكش كامل كيفو كي تحت صاحبي، فهمتيني؟ حنا تنبيعو لكم نشريو كل نهار. دابا الفوق ماشي هو التحت، التحت تبقى النابته مضروبه، فهمتيني؟ ما تتبيع التوجيه، فهمتيني؟ الاخرى تيبقى لك الصندوق تتبيع ب 10 12 11 تتبقى ليكيدي قل من راس مالو، فهمتيني؟ وناخذ من بطاطا مطيشه خيزو شويه ديال الربيع، ولا بقات شي 10 درهم ديال الدجاج، ها هي مشات 50 درهم. هادشي ديال الغداء ولا هذا ديال الغداء؟ 50 درهم ديال ديال الغداء، ماشي حتى ديال نهار واحد، هي ديال الغداء. يعني الا بغيتي تطلع النهار ديالك خصك واقيلا 150 درهم، هذا الضعيف 100 درهم باش يتغدى ويفطر ويتعشى. يا ربي الاثمنه باقي مصدومين فيها. شنو الحاجات اللي صدمتك؟ دابا المطيشه قللت نقصت، ولكن البصله راه طالعه، باقي المواد الغذائيه عندنا في سلاه باقي ما خداتش التوازن ديالها بحال المدن الاخرى، باقي كل شيء غالي. باقي كل شيء غالي يا اخي. بحال المطيشه كانت 1000 فرانك هي ولا 800، ولكن راه المواد الاخرى راه باقي غاليه، باقي كل شيء غالي اخويا، لا على اللي تيتقدى على الخضار ولا على المواطن، كل شيء. نتمنوا باش السلطات تبحث في هذا الشيء. هذا راه رمضان جاي، راه القدره الشرائيه ديال المواطن راه على قد الحال. راه كاين اللي الموظف راه تيعاني، الموظف راه هو راه تيقول لك غالي. عاد المستهلك، عاد الانسان، القطاع غير مهيكل اللي خدام على راسه، قطاع اخر. ملي تجي تلقى البطاطا ب 1000 فرانك واش تاخذ رابعه؟ انت عندك جوج وليدات تاخذ رابعه؟ وتاخذ كيلو ب 1000 فرانك ونص كيلو ديال هادي، نص كيلو ديال خيزو، ها النهار ديالك اللي خدمتي عليه في النهار كامل حطيتيه في غدا مع الوليدات. ديروا نظره على المارشي كريو ديال مدينه سالا باش يعرفوا المواطن بشحال غيتقاضى السلعه هنا في المارشي ديتاي. راه الخدار الله يكون في العون، الخدار تيشريها ب 80 تيبيعها تيلعب على درهم، والمواطن حتى هو واكل العصا، خصو يمشيو يراقبوا المارشي كريو بشحال دايره هذا الشيء. والله ينصر سيدنا. باقا ما كاين، ما كاين لا رخص سوا مطيشه اللي رخيصه، ماشي الاخر كلشي غالي. علاش بالضبط المطيشه؟ المطيشه ما عرفت، المطيشه اللي طيحوها، ماشي الاخر كلشي باقي غالي. المطيشه كانت تتصدر، وملي بدا يسمعوا الهضره وداك الشيء حبسوها. هاوية الدنيا كلشي ماشي. شو دابا شحال من طابلة خاوية؟ خمسة طوابل اللي خاويين، الناس قالهم الغلا وشوف حالاتهم. جيت نتقدا البصلة حمراء كيلو، جاي نتقدا الجلبانة ودرا أخرى، بديت بالبصلة الأولى بعد شحال قال لي 280. قلت له واش كتهضر بأربعة اللغات هذيك البصلة؟ لا هي ما بقاتش الجودة، كون كانت ب 1000 ريال وطبيعية وجودة ماشي مشكل، وهي غالية وما فيهاش الجودة. الحمد لله، ديما حنا المغاربة كنقولوا الحمد لله أخويا، فهمني الحمد لله، فهمني صافي. مين يقولك الحمد لله فهم؟ والله ما نكذب عليك، انا مسخراني غير الوالده كانت تقدر. انا عندي لاكارت بدون
ما خدامش بدون انا اللي كنسخر ما عطيتها تولي 7000 8000 انا غير مسخر مالي الدار وصافي هاد 100 درهم الدخول ما غتخرج منها حتى حاجه في السوق راه ربي لعان بها تنسوقوا بالثمن كلشي غالي السلعه غاليه البصله دايره 260 بلاصه البطاطا دايره بلاصه 130 تنبيعها حنا 140 هنايا مطيشه دايره 2600 تنبيعها ب 4 دراهم كنا مقهورين مشاو ليه تقهروا حنا غادي نتسلفوا ونتكلفوا باش نجيبوا السلعه كي غادي نديروا نعيشوا فين غنعيشوا فين ما تغدينا غدا ما خدت غدينا ما قال بنا تشجع دابا كاسم الزناقي شنو عندنا حنا حكرنا علاش حكرونا علاش منا تناكلوا فين غنمشيو ما تعرفوا حتى شي خدمه عليها هذه يا خويا هذه عطلة الخبز عندنا كنا هنايا وكل شيء تزاد الخضره مزيوده هذا الشيء كل شيء مزيود علينا وحنايا الله يحسن العوان خدامين على وليداتنا وعلى الكرا هذا الشيء علاش خدامين وهذا الشيء كل شيء هذا الشيء كل شيء مزيود الاسعار مزيوده كل شيء مزيود هيدا دابا دخل مول الكاميو باه 100 بقات ليه 100 صندوق باها ب 70 هذاك مول 70 كيجي نزل هذا مول 100 كيصدق مهرسو كاينه فيها المويانه كاينه فيها بزاف ديال الانواع هذا باغي ماطيشه كاينه ب 2400 كاينه ب 1600 كاينه الرقيقه كاينه المويانه شكون هذا اللي غادي يسعر الخضره الخضره ما عمرها تسعر والغلا دابا دابا هو الليمون ب 6 دراهم كاين ليمون ديال العصير الا هذا المويان هذا العصير خلينا نهضروا راه كنبينوا الناس هذا العصير ب 6 دراهم النبيل 7.5 حتى 8 مول العصير كيجي يهرس لك اللي جايب 160 هذا هو اللي كنقول لك الله اعلم بنتي هذيك ما فيها الميان ما نقول لك هذيك ماشي فيها الميان انا غير قلت لك خضره والله ما كاين اللي سعرها نوبه انا كنبيع دابا جبت هذا الليمون في المثل نعطيك مثل جبته ب 160 ضحكيت تبيكا شي شويه طلقت ليه 100 انا خاسر فيه شتي الخضره فين كاينه الخضره ما فيهاش مول ماطيشه جاب 10 سنات ما كملهم جيبهم 140 يولي يبيعها ب 60 وب 50 ويا ربي اللي يفكوا واجيب لي هذا اللي غادي يسعر دابا باش البيع وشرا هو ناقص ها هو هذا مشارجي الليمون يومين الى 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 تزاد عنده يومين اخرى يبيعوا من قل راس مال والله لا خرج فيه حتى والله لا صور فيه حتى 4 دريهم حنا كنجيبوا السلعه بثمن وكنبيعوها بثمن الليمون طايح عليا ب 160 كنبيعو ب 180 على درهم والطبله كنعيش منها عائله فيها الكرا وفيها الماء والضوء وفيها القرايه وفيها كل شيء والسلام عليكم في الوقت الذي تعد فيه الحكومه بانخفاض اسعار الفواكه والخضر وعلى بعد ايام قليله من حلول شهر رمضان المبارك لا يزال المواطن يعاني من غلاء الاسعار وينتظر على امل الوفاء بالوعود.